السلام عليكم جميعا. اسمحوا لي بس في البداية أحط أول كام حاجة سريعة. أول مرة بتقابل معاكم. الشغل اللي أنا هقدمه النهاردة هو شغل فريق المجموعة الاقتصادية بالكامل، برعاية كاملة من دولة رئيس الوزراء ودعم فخامة الرئيس، عشان حضرتك الأهم بالنسبة لنا النهاردة إن إحنا فريق واحد بنشتغل وعندنا هدف واحد، هو تذليل العقبات كما تفضل زميلي معالي وزير المالية، وفي نفس الوقت عايزين نحط أمام المجتمع ككل والعالم إن عندنا مناخ استثمار جاذب. في خلال الثلاث أشهر الماضيين إحنا رصدنا كافة المشاكل اللي بتواجه الاقتصاد المصري، وعندنا حلول واضحة لكافة ملفات في ملفات الاستثمار والتجارة. النهاردة هنركز فقط على الاستثمار. كما تفضل معالي وزير المالية، النتائج اللي احنا بنتكلم عليها دي مش نتاج ان احنا قعدنا مع بعض، قعدنا مع مجتمعات الاعمال، الغرف التجارية، المجالس التصديرية كلها اكتر من مرة، مجالس الاعمال، يمكن كوزارة استثمار انا يمكن قابلت فوق ال 300 مستثمر في خلال الفترة الماضية. خليني اقول لحضراتكم اللي هنعرضه النهاردة ببساطة موضوعين اساسيين. جزء خاص بتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية، وده يمكن مهم ان انا اقول لحضراتكم ان سعر الضريبة الحالي النهاردة الـ 22.5% هو سعر تنافسي، مش ده المشكلة. المشكلة ان عندنا اعباء ورسوم اخرى، ودي اللي بنتحاول نتعامل معاها خطوة خطوة، وهي مرحلية الاصلاح كما تفضل وزير المالية. الجزء الثاني اللي هقول لحضراتكم ملامحه هو البرنامج الجديد لبرنامج رد اعباء المصدرين. طيب الجزء الاول انا بتكلم حضراتكم على الرؤيه الواضحه اللي احنا بنتكلم عليها في هذه عمليه الاصلاح. اول حاجه احنا عايزين مناخ استثماري جاذب للاستثمار تنافسي، لان احنا بنواجه مجموعه كبيره من الدول ولازم نبص على التنافسيه كأعد احد المحاور الاساسيه بالنسبه لنا. عايزين بيئه مؤسسيه وتشريعيه جاذبه مرغبه للاستثمار ومحفزه على الاستثمار، مع تبذليل كل العقبات كما تفضل، واعتقد اللي سمعتوه حضراتكم النهارده من وزير الماليه اكبر دليل على هذا. نمره اتنين، المستثمر عايز حاجه واضحه بالنسبه له، عايز يجي يسال هيستثمر في بلد ايه سعر الضريبه النهارده وقدام الـ 20 سنة اللي جايين. مهم جدا ان عندنا رؤيه واضحه لكل رقم بنقوله للمستثمر بوضوح وشفافيه، ونبقى بنقوله وبنخاطبه كلنا بنقول نفس اللغه اللي نتكلم فيها. ومره تانية، هي ضريبه واعباء ورسوم، لازم نبقى واضحين في هذه الموضوع. الجزء الثالث والمهم هو ان احنا عايزين نعمل توازن بين ايرادات الدوله وتخفيف الاعباء غير الضريبيه. زي ما بنقول الهدف بتاعنا تخفيض المعدل الضريبه الفعلي والرسوب والاعباء الماليه، عايزين ننزل ده والناس تحس بيه عشان نعمل انفراجه للشركات ويبدا عمليه الاستثمار اللي هي حياه او موت بالنسبه للاقتصاد المصري. احنا محتاجين النهارده القطاع الخاص يقود عمليه التنميه في المرحله القادمه، ويبدا من خلال الاستثمار والتصدير كمحورين اساسيين لمحاور التنميه اللي بنتكلم عليها. المبدا الاساسي اللي بنتكلم عليه ويمكن معالي وزير الماليه اشار له، ان اي ضريبه يجب ان تكون من صافي الربح وليس من المبيعات او اجمالي الايراد. ده مبدا عام بنتكلم عليه، يمكن لما طرح معالي الموضوع بيتكلم على الشركات الصغيره، وده موضوع مختلف. احنا بنحاول نسهل على الشركات الصغيره كما تفضل، وده اجراء رائع وممتاز وهيسهل الدنيا كلها. لكن في الشركات الكبيره النهارده، انت اللي بتحط ضريبه من العائد او المبيعات، ده معناه لك كسبان خسران بيدفع، ودي ترجمتها على صافي الربح بتبقى رقم كبير جدا، وهو غير العرف في كل دول العالم. الجزء الثاني انه لما هنيجي في المرحله الثانيه برضو انا بمهد لحضراتكم، ان هناك اعباء ورسوم اخرى هي عباره عن هسميها شبه الضرائب، خلينا نقول بتعبير معين، بتدخل في تكلفه المنتج وبتقلل من الوعاء الضريبي اللي وزاره الماليه بتاخد منه. احنا عايزين ناخد هذه الاعباء والرسوم تحت الخط اللي هو الفايده او الارباح قبل الضرائب، عشان نعظم العوائد الخاصه من وزاره الماليه كجهه اساسيه للتحصيل في المرحله دي. الهدف، انا عايز بس ارجع الجمله دي، اللي احنا بنعمله ده هدفه انه يضاعف حجم الاقتصاد، حجم الحصيله. وعندنا تجربه حصلت قبل كده ما بين 2004 و2008 لما عملنا اجراءات شبيهه،
تضاعف حجم الإيراد لوزارة المالية في 4 سنين، تضاعف. فده اللي احنا بنحاول نشتغل عليه. احنا مركزين زي ما قول لحضراتكم مرحلتين. المرحلة الأولى النهاردة اللي بنعرض على حضراتكم نتائجها، ان احنا مركزين على ضريبتين بعينهم، ودي بيفرضوا يتم فرضهم على كل الشركات، وده اللي هعرضه على حضراتكم بعد السلايد دي. المرحلة الثانية هي هنشوف في قطاعات مختلفة، كل قطاع على حدة في مجموعة من الرسوم والأعباء والضرائب بتفرض عليه، هنرجع ليه وهنشتغل عليه خطوة خطوة زي ما بنقول مرحلية الإصلاح، عشان إيه نتحرك بيها بدراسة. أهم حاجة إن إحنا بنعمل الكلام ده بشغل يعني مشترك مع وزارة المالية والوزارات المعنية بالكامل، تنسيق كامل، عشان يبقى كل رقم ودراسة مبنية على توافق تام ما بين المجموعات المختلفة في الوزارة.